خلينا نبدأ بقى معاك لأن معانا برضو خبر إيجابي في البداية. نستهل كده بحاجة حلوة بارقة أمل بإذن الله بعودة لعبة فقدنا فيها للأسف الشديد ميداليتين مؤكدتين في طوكيو، وطبعا الميداليتين دول كانوا في رياضة رفع الأثقال لمحمد إيهاب وسارة سمير لسبب خارج تماما عن إرادة أبطالنا، والحقيقة ما لهمش فيه أي ذنب بأي حال من الأحوال. يعني اللي حصل إن كان فيه إيقاف للعبة وحرمانها من المشاركة في طوكيو بسبب إيجابية عينة للمنشطات لعدد من اللاعبين، ولكن كلمة حق لازم تتقال. الحقيقة إن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة اتخذت كل الخطوات اللي ممكن ترفع عقوبة الحرمان من المشاركة في الأولمبياد، ولكن للأسف تم تأكيد العقوبة. الدولة المصرية كان ليها رؤية أبعد من كده بكتير. أبطالنا ما راحوش طوكيو، ولكن بيتم تجهيزهم حاليا لباريس 2024، وبنجهز كمان يعني بالتوازي كده جيل ناشئ لسه قدامه مشوار مليء بالمنافسات والإنجازات، وده حصل فعلا، والدولة وراهم ورا كل ناشئي رفع الأثقال، وبنقول لهم أكيد أنتم المستقبل، وإن شاء الله كل المصريين مستنيين منكم ميداليات وإنجازات كثيرة في الفترة المقبلة إن شاء الله. أتفق معاك يا كريم جدا. يعني محمد وسارة هم مواصلين تدريباتهم في المركز الأولمبي بالمعادي وبيستعدوا من دلوقتي، يعني احنا بنتكلم عن باريس 2024 بس من دلوقتي في استعدادات للمنافسات عشان يتأهلوا لدورة الألعاب الأولمبية إن شاء الله القادمة. وعندنا منافسات زي ما بتقال قارية، وعندنا منافسات عالمية، خطوات كتيرة جدا للوصول للهدف والتأهل لباريس. امبارح تحديدا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كمان استقبل سارة سمير لتحفيزها هنا للعودة لمستواها المتألق وباقي زملائها في المنتخب. حتى هو قال لها كده سيادة الوزير، قال لها انت متخصصة في الميداليات الذهبية في جميع البطولات المختلفة اللي بتشاركي فيها، واعتقد ده دعم الى حد كبير يعني معنوي رائع.